يقول الشاعر العراقي علاء خلف: على ماذا التكبر والغرور وهذه الأرض تملأها القبور؟ على ماذا التعالي يا صديقي؟ أأنت البحر أم أنت الصخور؟ كأنك قد نسيت أيا رفيقي بأن الكون يملكه الغفور. ألم ترى كم فقدنا من أناس ولهم نخل وأسوار ودور؟ وكم فارقت من أهل وخل أتاهم بغتة قدر يدور. إذا كان عزيزي المشاهد حال الدنيا هكذا إلى زوال، فعلى ما نتكبر أم أننا لم نفهم معناها؟ إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. الكبر معناه أن يرى المتكبر نفسه فوق من يتكبر عليه. المتكبر يحب إشباع رغبة الترفع والتعالي، أن يحني الناس رؤوسهم له وأن يكونوا دوماً في ركابه. ولأن أعزة الناس وكرامهم يأبون ذلك، بل ليسوا مستعدين له أصلاً، فإنه يصاب بخيبة أمل، فذلك هو خلق المتكبر. سئل أحد البلغاء كيف تصف متكبراً؟ فقال: كأن كسرى حامل غاشيته، وقارون وكيل نفقته، وبلقيس إحدى داياته، وكأن يوسف لم ينظر إلا بمقلته، ولقمان لم ينطق إلا بحكمته. كان يقال: من عرف حق أخيه دام له إخاؤه، ومن تكبر على الناس ورجى أن يكون له صديق فقد غر نفسه. أما الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي قد كان قد صاحب متكبرا، وهذه حكايته معه: لي صاحب دخل الغرور فؤاده، إن الغرور أخي من أعدائي، أسديته نصحي فزاد تمادي في غيه وازداد فيه بلائي. أمسى يسيء بي الظنون، ولم تسؤ لولا الغرور ظنونه بولائي. قد كنت أرجو أن يقيم على الولاء أبدا، ولكن خاب فيه رجائي. يا صاحي إن الكبر خلق سيء، هيهات يوجد في سوى الجهلاء. في الناس قوم أضاعوا مجد أولهم، ما في المكارم والتقوى لهم أدب. سوء التأدب أرداهم وأرذلهم، وقد يزين صحيح المنصب الأدب. التكبر من خصائص الناقصين الساقطين الساعين إلى الكبر لستر نقصهم، لكنهم بكبرهم هذا يلوحون بقبائحهم وبوضوح عيوبهم. فحمقهم مكشوف، ومقت الناس لهم يكفيهم، ولمقت الله أكبر. إذن اسعى ما استطعت أن تكون متواضعا، واعلم أن التواضع لا ينقص من شأنك وجلالك شيئا، بل إنه يصل بك إلى المرتبة الرفيعة. الشاعر أحمد بن محمد الواسطي قال: كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومميز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت، ولا تصاحب أهله، فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله. أيها السائرون في طريق المعالي، لا تتكبروا. في أمان الله.